ومن بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب للمزيد من التحليل والمتابعة. أيضا من القاهرة الباحث في الأمن القومي والعلاقات الدولية لواء محمد عبد الواحد من كوبنهاجن، ينضم إلينا مستشار الحدث لشؤون روسيا وآسيا الوسطى السيد سامر إلياس. ضيوفي الكرام، مرحبا بكم، حياكم الله إلى هذه التغطية المباشرة من الحدث والمستمرة على مدار الساعة. يعني نقدر وجودكم معنا اليوم وتحليلاتكم المهمة التي ستثري هذه التغطية. أبدأ مع أستاذ سامر إلياس، وأود أن أخذ رأيه وقراءة لما يجري من تقدم للفصائل. الفصائل سيطرت على كامل ريف حماة الشمالي والشرقي. بالأمس كنا نتحدث عن حلب وإدلب، معارك كر وفر على جبل زين العابدين. الآن حماة أصبحت في قبضة الفصائل المسلحة، وربما اليوم نسمع أنها تقدمت إلى حمص. ما قراءتك لما يجري على الأرض؟ صباح الخير، تحية لك والمشاهدين وللضيوف الكرام. بداية، واضح تماما بأن الفصائل المسلحة هي تحرير الشام والفصائل الأخرى المتحالفة معها تذهل يوما بعد يوم بما تقوم به وبالتقدم السريع والمفاجئ على الجغرافيا السورية. منذ 27 شهر العالم لا يستطيع معرفة ما هي الأسرار التي أدت ربما إلى انهيار الجيش السوري في حلب. بعد ذلك كانت هناك أحاديث بأن حماس ستكون خطا أحمر ولا يمكن تجاوزه، ولكن وجدنا بأن أيضا محافظة حماة في القسم الشمالي والشمالي الشرقي والشمالي الغربي قد سقطت، ومدينة حماة اليوم التقدم نحو الحمص، وربما بداية التدخل الروسي الأقوى باستهداف جسر الرستن. معلوم بأن التقدم في الرستن وتلبيسه كان تقدما محسوبا وربما أسهل بكثير من التقدم في مناطق كانت أقرب للنظام في مناطق شمال غرب حماة. حتى الآن الحدود العملية العسكرية يبدو بأنها بدأت تزعج روسيا نظرا لاقترابها من حمص، المدينة التي تفتح على إغلاق ربما الطريق إلى الساحل من دمشق، وتفتح باتجاه البادية، وأيضا ربما تفتح باتجاه تغيرات كبيرة ومعارك طاحنة وأنهار من الدماء في هذه المنطقة التي شهدت مجازر كثيرة طوال 14 عاما الماضية وذات الأحقاد الطائفية القديمة. الدخول إلى حماة كان حدث مهم جدا، لكن حتى الآن يبدو بأن أعمال الانتقام لم تكن أيضا كبيرة، نظرا لأن مدينة حماة ذات تاريخ كبير منذ عام 1982. استاذ سامر، يعني هل ما شهدناه يوم أمس وحتى في الأيام الماضية هو أقصى ما يمكن أن تقدمه روسيا للحكومة السورية؟ يعني أقصى حد وصلت إلى أقصى حد مع حكومة دمشق؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد بأن بداية هناك مشكلات حقيقية في موضوع روسيا تتعلق بالآتي. أولا، روسيا الآن تعمل كامل جهدها على الصراع المتفاقم في أوكرانيا، وهذا الصراع الذي بات على حدود مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي الناتو، وشهدنا سماح الناتو لأوكرانيا باستهداف الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى وإطلاق روسيا صاروخ فرد صوتي ريشنيك. لذلك المواجهة على أشد درجة ممكنة بين البلدين. ثانيا، الجانب الروسي يعاني من مشكلات لوجستية بالإمدادات ونقل القوات وأيضا تزويد الأسلحة إلى سوريا، نظرا لأن الجانب التركي أغلق المعابر إلى البحر الأسود منذ فبراير عام 2022 بعد بدء الحرب الروسية على أوكرانيا بتطبيق اتفاقيات مونترو وغيرها من الاتفاقيات. لكن رغم ذلك هناك 7500 جندي روسي حسب التقديرات، هؤلاء موزعون بين لحماية المرافق الروسية الأساسية في حميميم وقاعدة طرطوس، إضافة إلى جزء من المقاتلي فاغنر السابقين الذين وقعوا اتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية بعد التمرد الفاشل لفاغنر.
القوات الجوية الروسية كان يمكن أن تضرب بشكل أقوى ربما لدعم النظام السوري، وهذا يطرح تساؤلات إضافية حول أو يكشف بعض الغموض عن الموقف الروسي. لماذا لم تتحرك روسيا بشكل كبير؟ ربما هناك تفاهمات معينة مع الجانب التركي من أجل واحد هل هذه شباب التفاهمات النظام. أكبر من الحكومة السورية وأكبر حتى من نفوذها في سوريا؟ يعني روسيا، وأنت تعلم أن لديها نفوذ ليس فقط عسكري اقتصادي، إن نتحدث في حماة، في حمص، إذا أردنا أن نتحدث عن معامل الإسمنت، عن القواعد العسكرية، قاعدة حماة توجد فيها طائرات حربية تابعة للجيش السوري سيطرت عليها الفصائل. ماذا يعني هذا بالنسبة لروسيا؟ حقيقة هناك أحاديث بين المراسلين العسكريين الروس بأن المعارضة والفصائل المتقدمة سيطرت على طائرات ميج 23 في المطار، إضافة إلى منظومات دفاع جوي من نوع بانستر واحد، وهذا أيضا خطير بالنسبة للجانب الروسي. لكن التفاهمات مع الجانب التركي تفاهمات مهمة بالنسبة لروسيا من جانب اعتماد العلاقات الاستراتيجية بين الطرفين واعتماد روسيا على تركيا. الأهم من كل ذلك بأنها تريد إجبار النظام على الذهاب باتجاه حل سياسي، إضافة إلى إبعاد إيران ضمن توافقات يبدو أنها باتت جاهزة إقليمية ودولية لإنهاء علاقة النظام الذي حاول طويلا البقاء واضح على علاقاته انها مع محاوله لتقطيع اوصال ايران في سوريا. نعم. تحول الى القاهره الباحث في الامن القومي والعلاقات الدوليه لواء محمد عبد الواحد. لواء محمد، شكرا لقبول الدعوه واهلا بك الى هذا الحوار. اود ان اخذ رايك من خلال قراءتك. الفصائل المسلحه اليوم هي يعني هو جيش نظامي، يعني اشبه بجيش نظامي، هكذا يراه المراقبون العسكريون، لديه قوه ومدرب بتقنيات عاليه. وحتى روسيا تتهم الان اوكرانيا بانها هي من تقف وراء هذه الفصائل وتدريبها عسكريا، استخدامها للمسيرات، مسيرات شاهين اذا اردنا ان نتحدث على وجه الخصوص. وبالتالي هل تتفق مع الروايه الروسيه؟ هل فعلا انها مدربه على يد قوات أوكرانية، أم أن لها دعم تركي خاص، أم أن دعم ربما من خلف الأبواب من الولايات المتحدة إن صح التعبير؟ طبعا هنا نتحدث عن نظريات مؤامرة، لكن هي كلها فرضيات، لأنها علامات استفهام على قوة هذه الفصائل. أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك الكرام وبمشاهدينك الكرام. دعني أفكك آخر كلمة حضرتك قلتها وهي مؤامرة. يجب ألا نختزل الصراع في سوريا على أنه صراع ما بين المعارضة وما بين النظام. الصراع له أبعاد ثلاثة: بعد داخلي وبعد إقليمي على النفوذ لثلاث دول في المنطقة، تركيا وإيران وإسرائيل. هناك بعد على النفوذ وشركاء كل منهما، وأيضا له بعد ثالث وهو بعد دولي، بمعنى أن هذا الصراع في المنطقة كلها هو جزء من استراتيجية الصراع الجيوسياسي ما بين الدول العظمى، ما بين الولايات المتحدة الأمريكية من جهة والصين وروسيا من جهة تانية. الساحة الروسية أو الميدان الروسي الحقيقة في كل دول التنافس الدولي، بمعنى هناك روسيا وهناك أمريكا وهناك إيران وتركيا، وكله له قواعد عسكرية في روسيا، بمعنى إذا حدث خلل في إدارة الصراع ربما تحدث كوارث كبيرة. الغرض من هذه العملية في سوريا لها الحقيقة أغراض كثيرة، أهمها طبعا مصالح إسرائيل بعدم وصول دعم إلى حزب الله، يهدد أمن إسرائيل وتخفيف التوتر على إسرائيل ويساعدها في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. الجزء الأهم هو تقويض النفوذ الإيراني في المنطقة ومحاولة لفك الارتباط ما بين النظام السوري وإيران، ودي مهمة للغاية. لواء كمان محمد، التقليل من التواجد الروسي في المنطقة. سيادة اللواء، ظهور الفصائل هذه بهذه السرعة مباشرة بعد تهديد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي للرئيس السوري بشار الأسد، هل هو مصادفة؟
ليس مصادفة. ولذلك أنا بدأت حديثي بأن أنا بشرح طبيعة الصراع، أن له تشابك إقليمي وتشابك دولي، عشان نحدد بالضبط إيه هي هذه الفصائل.